لو صاحبي أجمعين أما بعد عشرك وعشرك لو بقول شني طبناد كميدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة والسعودي باب فضل إخفاء الصدق وحبابي هي خير كي يفضل كتيرا صدقة إلا قريه سنة صدقة سنة مركة الله بحيسه إن قريسه خير كتيرا وحير الصدقة واجب كأم الزكاة يوحي واجب سواء إن لم يتيو أي خير بدن. حدثني الزهير بن حرب وبحب المثنى جميعا عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان قال الزهير وحودي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنساري وأبتقي عبيد الله أبتقي وهي عن حفص بن عاصم بن عمر وجد عبيد الله حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ويسنواه عبيد الله أوقي حق أبا وعبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم وي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال نبو حر سبعة تضوى يظلهم الله إله بحرية في ظله هر كيسة هوس كيسة وعرش الرحمن لو جدشهدو يوم مال لا ظل هوس أوسنشرين إلا ظله هوس كيسة موين مال غرحة لسوسو دوئيو يا آخر أن هوس كلاشري إله عرش كيس هوس كيس موي إله تضبو هوس كهاريا أو هرصدا هوس كهارع الإمام العادل مثل كبد وإمام كعادل كا وإمام كجرسور كا أنا حاقون يظلم إمام كن هنا وحلقة وذا ونجر يبصحين كسو مري أحد والبو مسلمين تحل أهيا هيا راد هوينا كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين إمام كمسات كبار الله كدقو صدقنين قيبي الله كدغو قدومي دغمو قاضي نين استيشن حرم بوليس جوغا حل نينك مسلمين تو هيا امام كلو جيدا هيا راده وين وي مركا دولدو ديبتي الامام العادل ومسؤول عادل وقرصورن اي حالو اهين حق حقنا ان كلا بنين ظلمنا ان اقونن مثل لبادن وشاب نين داير ويو شاب دلنيرا لين شاب مركا وعم لوجد رغ دمر واسكمت وشاب دلنيرو نشا كو برباري بعباده الله اي متلبسا بعباء المصاحب واحد يجرتين وي في روايه البخاري شاب نشا في عباده الله كو بربار الهي عباده ديسا شا نينك دلنيرا هدي وخا بدن انو غبدحو بود بودو معاصي كو دحو وسن فيرسن نين كاثنين با كو بدن هدي مركا لا اركو نين دلنيرو الهي عباديسا كو بربار او كو قانغار او كو تابغلي كو وايلي وا فرض كول عرر وي مدك لبات صدحات ورجل ورجل مدك صدحات نين قلبه وقلبه معلق وكحرن يهي في المساجد اي بالمساجد مسجدك ادو تشعل يهي هدو كبح دربوا قصوا اللابانية انو مسجدك دح جوغو وكعبادة يستو ايو كتشعل يهي ملك لأيونو جوغو مدك افراد والرجلان اللبان ويتحابا اسكو تشعل هذا في الله رقي ضمر واسكو مد رجلان كما اللوها القبسانية والرجلان لوقف ويتحابا اسكو تشعل هذا في الله الا درتي اجتمعا ككل مي عليه على الحب تشعلك الهي ككل مي الى درتي اها وتفرقا ككل التقي عليه على حب الله دنك لا يوان لاين الى درتي اسكو تشعل هذه وناق يا خير اي سمايان اما متكود او سمايو مدكا شنات ورجل نوى يدعت واي يدعي امرأة هوين ايبا الهي هوسكي سهري يا مالك اخر ذات منصب اي ذات حاسم روايك لحديثك ولي هاي مقع صاحب دقله وهويني دقله قبيل لا يرتمض يا أمان لأمانة كدلاتي يقويس يراس لأمانه ذات منصب ذات حسب شرف له مقع له دقله يو جمال قروح يبلع له مركا دق يدبن بواليه هيبا الليل هذا فقال يني مركي أي زنك عطتي حماني معسيه إني أخاف الله إلهي بان وكعب سنيه هوشا مصمين أيه مركا أما أفكي ساكيد هذا أما أوركا كيد هذا مدك اللحات ورجل ويتصدق صدق يستي بصدقة صدقة صناع الله بحي فأخفها قريي وابن آدم كأسطري ونكون فانتمين ونشك شيقين حتى لا تعلم إلا إسان أغانين يمينهم مدكتير ثم تنفق وحي بحين إسا شمال بدحديث حديثكم إنهم مقلوب يهي أي اللوب بدن يهيو رواد أيهو شاسي تحريفيين أما تصحيفيين حديث تقرأ عديسيو حتى لا تعلم شماله
ما تنفق يمينه طبيعي هاني عادها أنا وح لقى بحية سنة أنا وقعان تمديك بدي حدا معها تأويل كي يمرك الله سكده إن شيء وكبر حمدك تحقق النقلان كبدي لقى ديبانا وعنوا تأويل إيوه جمع قنان فوي حتى لا تعلم ليس وقعان شماله بحديثه ما تنفق يمينه مدك تسوحي بحين يسو سوى أسطرها هي أقرنها هي وليه ينلقاني مدك وتضباد ورجل النوى يذكر الله إله حسوس تي خاليا أصوه كليئة خاليا أصوه كمرا وعد لكاء ابن آدم كأي إشو دي عرق تضوضة وففاض أي شبان تي عيناه لبي سندود باشمي خوفا من الله أو حبا إليه تعالوا إلى إله تعالي هاي أما عبسو إله عذاب كيسا كعبسو دي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنساري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أو ذا سوى شك من مالك مالك بامر كأسو مركو حدثك ورنية عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة سداسك ورنشري عبيد الله بان خلاف سن عند الحفاظ والمحدثين الرواية عبيد الله بان حبا أو صحن أو شكين محايا لي مرجحات بيليضا هايو عبيد الله أصوغ هذا حديث مشكين مشكين وعن أبي سعيد أو أبي هريرة مردهين مد اللبات حديثك وحقاق أدانا يا أهل بيت كيس أبتغي يا أوق بكورني أبتغي وهو يدي لرد الشيء وخبيب إيه وحو حديثك ورنا يا أوق حفص بن عاصم وأبيه عبيد الله عمر دقد عليه مركا رواية آل البيت بان أنت بدن كحوك بدن رواية الغرباء كحوك بدن ساس مسلم أهر مرية بخارين ساس بيالي أنه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله فذكر مالك وهي مالك وحوش شيء بمثل حديث عبيد الله حديث عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قالوا شيء وقال وحون يري أصله مالك ورجل معلق بالمسجد ماشي روايته رأي هيت في المساجد إذا خرج مرخ كبح منه من المسجد وكبحه لا يلبث وين نجان مهاي مقنان مهاي حتى يعود إليه لا أقصه ولا أبته عند أهل العلم عدد كان ترد أن تضبط الله شيء ومفهوم أن وعدد لا مفهوم له وعدد أن مفهوم له إنه حسر كينين تذكر هرسان عرش الرحمن تضوى كبدين انت يا حديث الشيخ طيبة صدمية أفرتن قاري إلى حافن حجر وكقر كتاب ليداده معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال الخصال الموصلة أي عفوا معرفة الخصال معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال كتاب وكقر بركة أفرتمي وكله سيوطن أحب قدر دراوين قصوم الرئي في رياض صالحين شارحة قصوم الرئي وحايدا كقفل أنباء إنوسا عدد كهال الشيخين أوسن مقصود هاي أو تصالية وتصالية هاي حديث كأبي اليسر إن أقول من دون صدح كوني اللح من حديث مسلم من أنظر معسرا أو وضع له أدله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله رواية الترمذي وحن نقصه من ري في ظل عرشه يوم القيامة ننكي ننصبول مسكين دين كلها أعفية أما الدين تحكرد ما أكرد إله عرشك يسمانك قيامها الصدى لبضع أن أمرك أنك مسكين وضنيرة دين توعفية أما أنو عفينين وحكرد ما لبضع لقوم الشيخ الحديث كسقال بمرك النغونة يتضب هذا الشيخي حديث كأبو الياسم مكال قدر تضب يسب الدلية الحديث بضنبا وحيكو التميت أنك نين دولي ومجاهدة عاوية أما باري قنطالة أما الضلال يهوسية أما نين فقير أسوغي وردين تنكو قولا ما يسيسي بشأنه بلنصين مهل كرو بالكلام كقدر اللبان كقدر وهكذا وانت كه ليسو وحكم إذا مكاتب كنك حولها لو قدرت أضون كنك عاوية وحوترة نك قاميسا نك دين تكبحية تاجر كجن عصدها آمن كصادق رنت شيء إن بين شيء ضد بضم بيا حديث تلمامين لكن تضبط أنا بقى يا حديث كان رح عضي يا لوجي ده ماها مركا مفهوم كاسي مقصود ماها ساون وقاعد عدد كان مقصود ماها ماشي هو إضافة ماشي إضافة سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وحلقوا بالله أبي
intaana marka cidka lagu bilaabay aanu qiimihiisa ina gaarin meeshaas ilaahay baa hoos loo tiiriyey subxaanahu wa tacaala riwaayad kalena caddeeyo xadiidkii jaabir iyo kii abi saciid iyobaa caddeeyey waxaa loo jeedo marka waa carshu raxmaan ilaahay raxmaan carshigiisa hooskiisa loo jeegaa ee ma aha hoosu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sifaan uu leeyahay min baab lmunaasaba naa dhukor inaa tilmaana laga yaabaa waxyaabaha alla weyn loo aaneeyo waa laba qaybood waxyaabaa ilaahay loo tiiriyo ee rabbi loo aaneeyo waa laba qaybood maa yudaafu ila allaahi waa darbaani cinda ahli lcilmi wacalaa madhabi ahli sunna waaljamaaca waalmuxadithiin wa ahli lathar iska ogaada muhim jiddan weeye waxaad arkaysaa naaqatullaahi iyo beytullaahi iyo cibaadullaahi baad arkaysaa marka watahiir baytiya litaa'ifiin ilaahu guri isu tiirinayaad arkaysaa haddana waad aragteeno sabcatu yudilluhum allahu fii dillihi fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu waxa ilaahay marka loo idaafayo waa laba qaybood qaybta koowaad inay tahay wax ilaahay loo aanaynayo ee qur-aanka ama sunnada ama ahlulcilmigu ay rabbi u tirinayaan tilmaan aan ayadu iskeed u istaagi karin in ay axad lagu tilmaami mooye shay tilmaan ah oo sifa ah oon gooni ahaan u joogsan karin oo bannaanka aan istaagi karin in axad mawsuufoo la tilmaamo a loo tiriya mooye sida cilmiga iyo noolosha iyo kalaamka oo kale ka cilmiillaahi wa kalaamihi wa qudratihi wa iraadatihi wa mashiicatihi idan waa sifatun laa taquumu binafsiha walaa tuujadu ilaa qaa'ima bigayriha wixii sifaada ama tilmaama ah een iskeed u joogsan karin in axad ku tilmaamo loo tiriya mooyeen idaafada waxaa la idaafatu sifatin idaafatu sifa la yidhaahdaa ka sifa ahaan oo sifatu kamaala ayaad rabbi ugu sugaysaa subxaanahu wa tacaala midda labaad ee waxyaabaha rabbi loo tiiriyo labaa sii noqon doona laakiin hadda midda hal qodob baynu ka soo qaadaynaa waxyaabaha alla loo tiriyo inuu yahay makhluuq min alkhalaa'iq cayn shay yaquumu binafsihi yaquumu binafsihi ka baytillaah baytillaah markaad tiro aad tidhaahdo ama cibaadullaah addoommihii ilaahay la yidhaahdo ama naaqatullaahi leedo hashu iyo addoommadu iyo gurigu waa waxyaabo gooni u taagan waa shay yaquumu binafsihi waa cayn qaa'ima bidaatiha binafsiha tiirinta marka rabbi loo tiirinaya shayga asaga ma aha ka sifatin ee waa maxay waa ka mulki waxaa loo tiirinayaa idaafata mulkin aw tashriif inuu ilaahay leeyahay oo rabbi gacantiisa ay ku jiraan oo alla maamulo ayaa loogu tiirinaya marka waxay alla loo tiiriyo waa un labadaa sifaatun waa ciyaan sifaatun waa ciyaan tilmaamo iyo ashyaa jurmiloo gooni u taaga wixii acyaan ah ee iskeed u istaagi karta een tilmaan ahayn rabbi waxaa loogu tiiriyey idaafata mulkin wa tadbiir iyo tashriif oon gaadhi doono wixii tilmaamo ana haddee waxaad leedahay waa idaafatu sifatin waa min sifaati alkamaal waa sifaati illaahi ilaahay wax uu ku tilmaaman yahay weeye afcaashana saasoo kale marka noqota iyaduna middaan dambe idaafatu mulkin wa tadbiir ah ayaa laba noqota idaafa caama iyo idaafa khaasa la yidhahdaa idaafa caama iyo idaafa khaasa hadaa khalqullah faaruunii maadaa khalaqa aladiina min duuni idan khalqullah waa idaafa caama makhluuqaadkao dhanba waxaan alla ka ahayn oo dhanba ilaahay baa loo tirin karaa idaafatan caamatan maxaa yeele waa addoommihiisi waa makhluuquun marbuubuun mudabbaruun marka idaafa caama la yidhaha idaafada caamka ee guud iyadoo tashriif ma keento takriim ma keento ammaan ma keento idaafada kale loo tiriyo makhluuqaadka qayaab kamid alla loo aanayo waa idaafatu tashriifin wa takriim shaygaasaa ilaahay subxaanahu barakeeyey wanaag buu leeyahay rabbi ku khasisay takhsiiskaasoo keena rabbi in loo aaneeyo sida ka baytillaahi wa naaqatillaahi wa cibaadillaah oo kale meelaha khaaska ah labadaasay marka kale yihiin idaafada idaafatu mulkinta ah waxayaa laba noqota caamo iyo khaaso middaan oo kale marka waa maxay middan oo ah ilaahay carshu raxmaan hooskiisibaa isaga loo tiiriyey waa idaafatu mulkin wa tadbiir min xayu ljumla oo maaha idaafatu sifatin maaha waxayna sii tahay idaafadii mulkiga tadbiirka ayadoo khaaska ahayd maxaa yahe carshu raxmaan makhluuqaadka waa ka qiimo badan yahay ilaahay agtiisa sharaf buu ku leeyahay
عرش عظيم وقرآن قال لقوق هذا دقي سنة لقى شيء مخلوق كوين إنه لم يشيء جنب مرك الله ذا سين قطع إضافة إضافة عين تا يا إضافة عامة إيو خاصة كلا النقطة إسكو هذا مرك وحي إلهي لا تري الله بضع مدو من نواصفه وإن أضف التام ربي آت كأوش الله ما أقوله منها دواء مخلوق من الخلائق إلهي كجوان وبائن عنهم منفصل عنه تيرين ربي الله تيرين وإما تشريف وتكريم وإما تدبير وملك وتمليك إن تأموي سأمرك إن لوك لفهو مهم جدا إمامك عادلك وحال الله قلت المامي أصدق الله قلت هرمري ضدك الله شيئا دن هو شوضو وحي أبضان تهي هل نين مويه هل يوكو قونيه هل يوكو قونيه نينك مسايدك قصو نغن نغني أصدق الله يساني وعبادة يساني نينك هوين إذا ها يلي قوارنا إلهي بدرتي بانك عقعب سنه وهول أصدق الله وانيس لابد إلهي درتي سوش عيل إنت أبضان هؤلاء إسكار كيم وناقة نك صدقهم بعصو عام من عنكر لكن إمام كعادل كا وهاص له رصني هدو هجا ومدة هجا جيس ورجل عام وي رجل عام ودن جود بوتاني هدي حلك سيدي سواق صباح إلهي وكعب صدو عادل قرصورية أن إحاله وأهين ونقضه ومضوا وهجا جيس كتاب رب جيب أطلين لي أضمه باكل هجا جي نبض على عيسى دبعي الرب قال لي إلهي وحول بأ إلهي بركيني ولذلك في المقابل وحكيمت حديثك عمر بن الخطاب يا حديثك بسعيد بن خدر وحكيمت آخر ما كلتو أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة وأبغضهم إلى الله وأبعدهم منهم مجلسا وإمام جائر خرق وحكيمت آخر ما كلتو إلهي أحدك أقول نعبي ربنا أغفق أقول عذاب كل وحوي وبقر جائرة ومسؤول حد قدبي أو ظالمة إحالوه محايل هل كمحون نقضي ضدكو إلهي يقول شعري هايبون نقضي هضوح ماذانا وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة أبعد الناس إلى الله يوم القيامة رواية مركة حديث لفظي حديثك بسعيد أن ترمي ذاكم الروحوها أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأبعدهم منهم مجلسا إمام جائر إمام جائر روايتي حديث عمرنا وأشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر أشد الناس عذابا أبعد الناس إلى الله يوم القيامة أبغضهم إلى الله ومحي ومسؤول إحالوه مسؤول مسلم وحقوق ظلم له أما إحذا انقر صورك كفي عنا عدالة في القسم وحمالك لقيبنا حقوق ذا مكة ومضى اللسين كتابك ربك مكة للحكومة حقوق العباد وحقوق الله وكير خلطة حقنا أصل الإسلام باقي كوة أيال ليه وأبغض الناس إلى الله وأشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة كور مرك جائرك ظالمك حقنا مرتدك إسلام كم حابسنا وركي بجوجك كاسو كاسو إن لغشك ولا سويدية ما وحين قاردون حديث كي أبي سعيد عند مسلم بايمان دونا أفركن الشام بقول كنتن يسغل بنقول من دونا نيو والبوب بلنفروا ما لنك قياماشا الضبق بنتا يا بنديرة دي على نير لقاقو التمينية كل بحسب غدره نيو والبوب انت دقرتي سوء بلنفرك سوء النابع على نك الله ديريني مركز النبي وحيولي ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة من كبلا حن أما كبلا فرصا أما كليتا عادي إله إلا دورا مجر من مسؤولة وحق النبلا فروة مركو إليها الله يدور تحولي دع دارت بان يكون مامولي وحول بوان كالسيحيني أضايا الدورتا إذا هدرك إذن كسك داي دبع عبدايها الميل سارة هيا ما لنك الدورتا نمحو سمي ما لنك أساكو قدن بي عيدن رينودس نين نيما دوكتيو نيما دورتيبا مالك اسا كوغو دمبن بيد وما ما فيعن نيما دوكت مالك حواشا كوغو دمبن وا صح نيما دورتينا مالك ادو خديسا كوغو دمبن بيد وركا صح ميم سما ولا غادر اعظم غدرا من امير عام اذا
نبي محمد عليه الصلاة والسلام دمر كيس محال ليلي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن هذي خلدمان ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا كل بس إذا نعمة إلهي كسي أنت إذن طيبا لقوع عذاب صادرت العلماء والعذاب معها عامة قال هذا مسؤولين تهي وقاميشا كفر كان الله مد معها عامة وذا ميلها تقصنيس بحسبي نوال بوحى الله النار هيا أما الله شرف الله الله كرامين هيا بحسبي هين كل بس منصب كيسي واحترك سنتو ديا الإمام العادل سيدا صلوش الله قبل الله بي إلهي سبحانه وتعالى إمام عادل ما هاي إنه كوا عادلين وكتابك الرب جاي كرقمة حقا نرقا قلية حاكمية الله في الكون أقول الله أنه سهل هذا ما هاي نايض هذا أدرع أفرغيبا ما ينوطة ليبا نينك كتمحوها الناطق باسمه نينك كوها الله عيدا كيهود أفكوضة ما يسمحوها أفريقيا أدرع ميوها مس أدرع أفريقيا بها ما قال شيطان كعرب وكه الله وحوله مال لو فلا لا يسوي مفتي بسبب الدليل ما ده نقيسه مفتي هذا البعض البكودي باي مفتي بسبب الدليل وحوله حلا يسوي دين حماس محيطها ما خوارج بام مسوا أهل السنة والجماعة وحان حكومين خوارجه أحاديث بدل شنيا سيأتي قوم في آخر الزمان قوم حدثوا الأصناء صفاء الأحلام وكذي داي مالك الوحو دردار ميا إن لغو حرمو لدى يستوف فتاوذ الشيخ فوزاني ابن عثيمين والله اسكي لالي ودادها كالي مفتي بيسكو بدلي وزير كي عشان لقاء مهفين كي عيدان كي يهود وكان فلسطين كوي يا اتكو فلسطين كوي دوبي ما ما يهود يهود عيدان كوي افيان با واني يهود فلسطيني ماها لكن فلسطين وحان جرالي وما اقانا وحو عان جري ضمير بهذا عن جرال لغاية بي قيرتين عاكم كتواردك بلايديس بلايديس يا شيخ محمد شوري ماذا قد لي انت كفتوه اذا باش اسبدش يهود بايدين فطوريس وحالي يا وذات سلفية شكتوق ليها مصر تشوغا يا وحولي يا وزيرك يهود يا شيخ يهود وحكومة يا حماس إني تاي خوارج خوارج وذلك سعيد الرسلان وحوليه يا حماس وحوي وصنعة يهود يهود بابا السمايسي يهود بابا السمايسي مسلمين بابا شغل القمرة يهود بابا ديار السيبة وجواسيس وقالوا يهود ديار السي هم رافضة لحما وسدى بوليه وان روافض لحم يسود واتقان ودونت شيء ما كلت له دونت قدب قدبني يمد دير بالي لحم وسود اللي هذا كريه صل يا بار بني ما كحوا الرافض يهود بنا ديار زيبا شيخ مستلف قصص ولي هاي شيخ يهود النمحوري وخوارج باش سدا صلوك في صدية يعني مناسبتي مصطلحات علم جاي الدين تالك زيبا مريسا مركا قليا ونوشا هل كده كسر عليا وإلهي كحرا ومضى مسلم كان الله سالم بيت القصيد كحديث كان وحوي صدقة إن مركز طول القريه وض أسترته أي كفض بدن تهاي مدة برنان كلا دجا مركز سنة تاي سابق وحوي صدقة آل أسترتي وهذا أسترتي باهذي هي سمعة الروح اللي بنها آد حسينيس أظن إخلاص بعد كدة داليس إخلاص كانوا وبدنيا سيقانو كردية قف كان نوحد صرت وجه جيسي وحد لا رسي سمعتي سمع جيسي ساس أواخر بان تيم بدك كلي وأنا مدة إلهي سبحانه وتعالى ضمها وقع في كرار النقطة سهل وجود ده لباش الله شك شيء جيو ما بركة بطنه مركا مدة لكن زكاة واجب كأيده وحافظ بان إلا موجيو سيدا صلاة واجب كا أيو فض بان تا إن لقوت كذا ما راح الله يسأر كأي مساجدة صلاة صنع لج ليجوا حافظ بان قريها صلاة المرء وحافظ بنا وحيد أو كتب في بيتي إلا المكتوبة زكاة نواسدة زكاة واجبك والله موشن سيل وقود ضيضه حقنا أن لقوته من إنا طاي نمان زكاة بحنين ومانع الزكاة ومضنا يكو قود ضيضان مسكين كنا يكو قصو يرتو مدى صناء لكن أيضه إن لا أسطر أيا خير بدن باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح حبابي هاي صدقة وحافظ بدن صدق بيان أفضل صدقة الصحيح الشحيح
ادرى قدك اني مقى سياسيين تا اما سراكيشي اسكفضوني حمزة عبد البراك ماذا وزيركي ايشك رزوزاري الصومالية باش هالكاسي مريس نوال بينو فتواده اولا كفصده هي لا كفصده منصب كالدينيات با لا كفصنية رزوزاري سياسي بلغو غايو علمانية الديمقراطية كتالية ساسا لغو دورتي محاط دورد غايون الدين تكفضوه وبدأ محاقلي يا هذوب دي افريقيا دي اي ايدي وهبل وخوارج اصلا هو حكومه محديده هي سبب اسلام شيغر هي يعني هو بلقده كدعدي ادونك كتوسيس بلقده كدعدي ادونك كتوسيس لا قال اري هو شيغي و هو غرليا قال اري هو شيغي و هو غرليا و هو غرليا هي و هو يدي و هو يدي و هو يدي اري قيمه بدن بوو و هو ودادها ودادها مسايد جوغان aan ka taageerina aan laga taageerin halganka lagu jiro cadawga Soomaalida khawaarijta ee shabaab lagu jiro aan laga taageerin sayid ha wareejiyeen he aan ku wareejiyeen wadaadaha dagaalka nolo jira ma ku garleeyeen soo kuma garla ma ku garleeyay dowladda Soomaaliya dadka ay hadda u talisa ama ay sheegta waa laba qaybood inta agarsanay in ka soo horjeeda هذا الكمبركة رزوزار وحور دعايا مركان لي سوالين انت تاغير سن انت كسور جدام اف بي كود دغالمان اما غعان بي كود دغالميا متمسما لكن رول لغا شيغا وناكس وداده لكن تاغير سن اي حسن غورغورتي اي حمزه عبد البر اي دوله اسلام او يهيد اي تاغير سن اي دوله اسلاميه حكومه اسلاميه اي او تهي dagaalkay ku jirta dawladdana dagaal xaq ah u yahay maxa waajib oo saaran oo laga raba waajibka ama sharci ha noqdo ama urfi ha noqdo ama gobolnimo ha noqdo maxa laga raba in dawladda dagaalka la galaan ay ugu horeeyaan ayaga culumee oo shahiidaan oo Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Guurto horti dhintaan ma taabso ma yiga Cabdullaah adigu hadalka iga dalfisay suuq waxaan rabaa marka la garamay inaan been la sheegin aniga dawladda Soomaaliya wixii la halmaalay meesha ka joogay ogti waran ku kala baxray ee waxaan rabaa ninku gaal baa ahaada ama murtid baa ahaade markuu gar leeyaa garta laga ma haasido libinta laga ma dhaco waa gunnimo haddii dawladdu dawlad islaamiya tahay oo xukuumad islaama tahay oo dagaalka ku jirto uu xaq yahay maxaa loo garab istaagay wayne wada duugarib istaagaan taageersan ka horeeyaan dawladda shahiidaan nafti iyo maalka iibsadaan jihada xaq ah lagu jiraay jihada xaq ah lagu jiro goor wada duuman jiray asagu haduu taw iyo taangi galo waa sunnaba ila wax waa amire sunnaduna waxa weeye amirka safka hore lama geeyaba madaxweynaha iyo umarada safka hore lama geeyo waa in la qariyo waa in taangi ay galaan waa in dhuntaan wadaadii shacabkuna dagaalamaan laana umarada hadii la laayo dadku waxay noqonayaan xoon laxdi laga riday sadarada saxaabadu waagi dambe markay ogaadeen madaxdooda in ay target yihiin oo khawaarij iyo yahuud iyo zanaadiqo iyo reverse room ay leenayaan way diidan safkor inay geeyaan way reebi jiree ma taamisama Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Guurguurto waxay idin yihiin umaraanka umaraa muslimin mata misama waay marka safka hore loo geeynaa maxaa loo leeyin waa in la ilaaliyo oo taangi markaafa lagu waardiyo waa inay tooga galan ayagu wadaaduna ay safka hore tagaan ay dhamaadaan lamada ay horyaalkoodii culimadoodii oo indhahoodii mata misama wixii la waajahaa Yusufu warka wixii dhaahayaan raba midkay kala tuurahay mar raba sida Cabdullaahi oo kale warka miyad faantay fariinta inaad faantaan ma raba oo hadalku laba shub idin ku dhixin xagga masaajida salafka waxaa ka sugan jamaaca min salaf xilliga jihaad lagu jiro cadaw la iska dhicinayo masaajida jihaadka aan laga taageereynin ee min ama min nimada muslimiinta ka dhantaalaysa
ama digaagarooga dhaawacaysa in la xiraba la qufulo albaabaha la xiro hal meelo laga wada gurmado lagu ururiyo hal meel lagu wada tukado hadduu in cabdibare yidhi masaajidda aan jihaadka laga taageerin xaqeenna ku jiro he wadaaddu ha soo wareejiye nimanna taageerin ha la geeyo laakiin masaajiddu ha furaadeen warkiisii iyo warkii salafka kee rood asagaa dadaalayba waa ni ogaado diinta ku ficane warkaa miyaad fahanteen ilaa dad soomaali diin howlaha waa idin ku dhaannahay waa isognahay soomaa horaan baa idiin sheegan aan hawsha ku nahay professional ninki masaajid noogu yimaadana uu jabi doono warka wada haysa intaa waa kaftankay hadduu yidhi war dagaal xaqaan ku jiraa idinkuna waxaa idiin nahay umaro dowlad islaamaad noo haysataan jihaad xaqaan ku jiraa saad aaminsan tihiin idinkaaba nooga horreeya xagga fatwada oo idinkaaba shabaab iyo ciidanka waxaas u dhan khawaarij waa hore ku xukumay dhiiggoodana banneeyey ee safka soo gala masaajiddan laga taageerayna hawshaasna jihaadka bay dhaawacaysaay wadaadda hawsha u tagan lagu wareejiyo idinkuna caruurtiina u xirto ummada la tukada miyuu biiyo ninkaa mas uu hagaajiyey marka loo firi qawaaciddoodii usuushooda aniga waxaan aaminsanahay ma ahaata hadhowba waxaan tiri ii tirinaysaa warka miyaad fahantay wuu gar leeyahay wuu gar leeyahay markaad hee isku gruub tihiin markaad isku jeel tihiin isku aragtina aaminsan tihiin in cabdibarre wadinka gar leeyahay yuu ka gar leeyahay ictisaam oo dhan buu ka gar leeyahay wuu ka gar leeyahay suufi oo dhan yuu ka gar leeyahay jadiidiyo dhan wuxuu ka gar leeyahay dam jadiid wuxuu ka gar leeyahay akhwaanul muslimiin iyo islaax ictisaam waan sheegay sheekhay xaggeedaad sumaana ka bilaabay yuusan ka gar lahayn ya waa iska aamusahaya wahaabiyo muusan gar lahayn wahaabiyo muu ka gar lahayn ila wahaabiyo waxaa ma ogole baabu bayaani anna afdala sadaqati sadaqatu saxiix shaxiix wuxuu baab yahay sadaqa waxaa u fadi badan wixii muslima ilaahay subxaanahu wa tacaala ha guuleeyo wixii gaalana hadduu ilaahay daaya la maga allah soo hanuuniyo dhibkooda muslimiinta allah ka xaslado baabu bayaani anna afdala sadaqa sadaqa waxaa u fadi badan sadaqatu saxiixi ninka feeyo wuxuu bixiyo ashaxiixi weliba ku bakhaylaya waxbixintaas oo isle intan haddaad bixiso amaad gaajo u dhimataa حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع بن شبرمة الكوفي عن أبي زرعة هرم بن عامر بن جرير البجري بن ضمن الزمر عن أبي رضي الله تعالى عنه قال زعابي وحور أتى رسول الله رسولك لا وحا أيمد رجل نبا أيمد نكا وحال يرتل مامي إنه يهي أبو ذر الغفاري لأنه سؤالشا حديثك كتمد يا شرح النبي asaga wariya xadiis la mid ah lamana marka carab bir laguma goyn karo waa asaga lama odhan kara laakiin inuu asaga yahay baa la tilmaamay ata rasuulullaahi wa huwa rajulun baa u yimid min asxaabiha ah faqaala wuxuu yaa rasuulka ilaahayow ayu sadaqati acdamu sadaqa middeebaa u weyn teebaa u ajir badan baa ku iman doonta riwaayada dambe bukhaarina waa cadeeyey faqaala wuxuu uhi subay in an tasadaqa taadii koobaad baa go'aan waxaa la isku shiday labadii ta'ood an tasadaqa anta tasadaqa inaad sadaqaysata u fadi badan wa anta saxiixun adow fayow oon bukinun sariir oolin shaxiixun ku dadaalaya xoola inaad tabacdood ilaashato shaxiixaas hadda xariisun bi riwaayo kale ku tilmaantay wa anta saxiixun xariisun xariisun shuxigu marka waa midka xoogow leh jeclada ay la socoteen bukhli gaarsiisanayn waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum al-muflixuun qur'aanka waad ku aragteen laakiin hadda shuxigaada loo jeego loo jeedo riwaayada kale cadayso uu xariisun weeye kii madmuumka ama ee waa midkii ahaa aad leedahay xoogow waad fayowdahay intana waad u baahan tahay bal aad tabac iyo wuxuun ka dhigatid iyo raasumaal weeye taqsha alfaqra shaxiixun bay sax iyay fasiraysa taqsha alfaqra adoo baahiya macquul ka cabsanaya wa ta'mul quuda raynaya alghina hodan iyo tanaad uur daraynay adoo rajaynaya inaad xoogu xoola tabacdood taajir noqoto xaggana ka baqaya bixinta dad xoolahan maanta bixiso inaad xoogu baahata ka baqaya waxaad bixiso ayaa u khayr badan walaa tumhil iyo walaa tumhila iyo walaa tumhilu intuu waa la akhriyey walaa tumhil hadii la waa nahay oo dasaasa lagu reebay walaa tumhil ha koranin
حسوغين صدقتها دب دغين ولا تهملنا مركه waxay ku cadfantaa inta sadaqada hore lagu cadfaaday dhimbala waxa u fadhi badan sadaqada inaad bixiso adoo fayo oo xoog u lixjal ay ku hayso xaqana aadan dib u dhigin oo durbaad bixiso macnuhu saasu noqonaya ولا تهملوا مركا نفي من نقر هذه لقدا ولا تهملوا سوق ميسد وي سوق ميسد حتى اذا بلغت مركا غاده نفتي الحلقوم دونت يا كلحما غاده قلت اتراده لفلان كذا هبل انت هلسي ولفلان هبل لو حو هذه كذا انت سو لعقه الا وقد كان لفلان وقد كان لفلان كذا هبل انت سو لهانجر حق هل بخيو دين ان دفرا جرى حو لو لهان ديدي با جرى انت هبل يا مركا سدان تا تعيس حتى إذا بلغت لما شيئين أحد كبالغ وحجاره يوال وجوي وحن لوكا فطومي دلالة سياق عليه سياق مر بضم بلعوس كذا وح بضم ناسق اللودة يا إلّا فهمه حتى إذا بلغت ذي جاره حتى إذا قلت بلغ أي جاره روح الروحوي إذا بلغت الروح الحلقومة قلت وحضني مركا لفلان كذا هبل أنت أبو إلهي ولفلان كذهب اللي انت صوى هاتي ألا هو وقد كان لفلان كذهب اللي انت سولان جروا وقد ضفري برك بخاري نحديك ووريا من هذا الوجب كوريا وحلقها الله ومرك النفط أدواته لكن هذا يقول انت سيدة بأسو قادة هلها كالحماها ودون يريسو ويغرغرده كقبطه وحاسك تحبلغ السوقادم هاي تصرف هذا وباطل باتفاق الفقهاء وحلقها هذا ومرك الحنون ستي هذا إل دراته والحنون ستي ee naftina wari ma soo gaarin dhuunta iyo kalxamaha kama dareereeyso naf lagama dhowrayo markaas waxaad bixiso waa nin dhargay oo wuxuu cunu waayay sarsayd ma noqonaysaa waa laga wanaagsan waxaadana abu bakr nabiga sheebada tobn weerin qala hadana ibn fudayl maxamed fudayl an umarata min qaqa ana bi zur'ata عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي نبى النبي قوي مت فقال وحري يا رسول الله رسولك إله يو أي الصدقة أعظم أجرا صدقوا تيبا وأجر وين وحلا بحيد تيبا وأجر بي أفض بدن وفي رواية أي الصدقة أفضل ورواية حدك أولاهي فقال نبي حول أما وأبيك لتنبعنه أما وآلات استفتاح هذا الغفر فرطا وذا ماشى الله كان قسم كان وغير مقصود وشيء يجري على اللسان مجرى غير المقصود عرفك برتي دار لو ما جيدو مقصود ما صدرت لا اسكمنا ريبه يا دارنا لو قادن ما هي اما وابيك ابها با كو دارت لا تنب انه ولا ولو شيغا هيا وكو شيغا هيا وي صدقه مد افضي بدن قيمه بدن كتاب الامام براوشا كسو افلح وابيه مركان مرنا كسو شرحنا انت صدق ان وحلا بحدا افضي بدن وانت صحيح ادو في يوم بكين شحيح ku dadaalaya xoolaha ururintooda iyo tabacooda tabsha ka baqaya alfaqra baahi iyo macluul ka baqaya wa taamulu rajaynaya albaqaa si inaad sii joogto ay ilqinaba hadda loo jeeda walaa tuhmila wa laa tuhmila inadan ka sugin udan dib u dhigin sadaqada ayaa ku khayr badan xataa idaa goortii balaqad ay gaadho nafta alxuquma dhuunta ay gaqulta aad tiraado li fulanin kada wa li fulanin kada waqad kaan li fulanin kada وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد أبو كوري نحو حديث جرير حديثك جرير وكاله أيو عبد الواحد بن زياد كورنا يا اللي عبد جرير حديثك عمار وكقادنا يعني كان الناس عمار وكقادنا غير أنه قال أسا يا أسا أتي وحولي إنك عبد الواحد نبي مركو هوشا كهلي لو يديني أي الصدقة أفضل ماشي أي الصدقة أعظم أجرا أهيت صدقة تيبا أفضل بدن إذا نوشا نبي وكاه اللي دبنان كي تالا صدقة وحا أفضل بدن ومرق إناد أضوف في يو بحيسو ولي بحولا أدن كم أرمين والله ده يعدد دي ستشوه في عنان لهايت وضحيو طبعا أذكر جينيس إيش أنا أذكو يا رئيس قلب بدن كوين آد بحيسو حقا نادن دي بود جيني سيد دك دك أضو بحيسو بقو خير بدن معايا إلي حديد كي أبي درداء إن ترمذ كم رأي من حبان بأورنا يحاكي مثل مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع نبي صلى الله عليه وسلم نوح صدقيستي أما أدون حريي مركو لمنيي
وحول لمد يهاي نيو حلب حياة مهدي مركو درج كده وحاط بق أبا هانتاي ما قال الله مسكين كوني أنا تاكتيه بريزت كده ركتي أورتنا تجو يقاضه مسكين أتسي مسكو متبع يدينك بود أكتي بقى حياة مركز فلسطين كده ركتان راشينك وحي صهر ونيو قاضه كل والله وعيار دوناي بلان مساكين تبنان كفلسطين صدقنا يمد هذا ولقى سدين الله بحدي تضول ما أمر ما أنت أنت ديسن له عاد بحيسو إسكو متبع إسكو مرضنا ما إسكو الحجارنا ما إسكو النبر إسكو كليلنا ما من دوا قشين اللي إسكف فجينا جوا كله ها من دوا واحد الصوت ضاري أو القوريو وكل دوانته نبي وساسو قتل ما بي نيجا واحد الله بحام واحد صدق قيسته مركو ديمانا يو وحول لمدي هاي نو واحد بحيي أمر راشون وكدر جو حسوها ربحي هوش أمرك آد بي إذن حديثك كلاك تصي هوش أيضا نوح عليه الصلاة والسلام هل درهم بالغية إنه كفض بطو حق أجرك يثوابك 100,000 بقول كن درهم نوح لو حارم مدعي كرتا وحور نبيه ننك الدرهم كيسو وحل بردافة وانين لبا درهم هايست لبا شلين بايست مد بحيو قوت ضرورة كسو إبسد مد كان لو بحيي حولا بلا درهم بكايست لبا شلين لبا دولار بكايسة دولارنا حقوق كوصار كسو إبسدي دولارنا هو بصدق يستيب بقول فكونين كيستيب هندي سوال واتوين بليون واتوين مليون جوان بيكو جرتون تو بقول كالله عيب وبحي بقول بنتو جوان كسو بحي وبحي بقول نكا حليس ديلك بيكو استا بقول كاكو ينك لبا درهم مدنا زياري من نبحي سبق درهم 100,000 وفي رواية إذن ويكلا أدقين أو شايدا نبي وحنا نبي صدقته أفض البدن جهد مقل جهد مقل نين أنا وحبها يسن وحو كد ذالي أو بحيو اسكسو قويبا أو خير بدن إذن أو شاول سالر ما وقارد دون أو شاس هل قد ذالي انت في يودهين وحب بحية انت بدل قبتان وحب بحية انت وحن أبهانتين اسكا قوية شيطانك اسكا فوتية نفتي نبرة أسكاك اسكسي دائي اسكا دقا مركز هذا هو أنت تعدان نفط إذا قبض لبا ريموت بعد عضة لبا ريموت بعد عضة أرنك كوبات إسراف بايمات نك حو أجي هاي الدنيا وقسم رأي هوي سوى صوق قابطي حولها النا إنه سأسوق بحسن دونه أجي مركو حولي هذا كل كتقطي بل كحول قصة وحوم بعند النجاح ورفشوا مركز إسراف بعد عضة agonto dibloogi star dhaca deymo lagu tuntaa dhaca xoolo badan oo inuu baatula badan xuquuq badan inuu meel kaga dhaca badan asagoo la wuxuun balse daqay samaanta ninin baasuludkiisa ku ekaada marka israaf yahad gudub baa yimaada israaf yahad gudub ayaa yimaada waxa kale oo dhacda dadka ad wax si xataa inay wanaag u qaataan ba yarba nigooda aan ku haye 100 kun siiya waagan dhiban muciis yuu waay dandal le roogay banday ruu shaqto hada koor ugu xumeeyay walba ku jigeeyay ka dhuftay dadkaasiin xataa abaal badan kuma haya wanaag nawaar kim hayaan iyo gubanimo waxa uu arkaya sambuus laga adimaad sambuus laga adimaa labada cudur baa ku jirta laakiin gubanimadu markaad fayowdahay weeye danyarna aad tahay waxa taa u fiirneysaa maanta dhawrayso inaad wax ka soo geyso markaas baashu fiican لكن واحد بحين يو واحد بحين لا لب جرو وعافية أي واحد لبحشو باب بيان أن اليد العليا خير من يد من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة حبابي هاي إن لعد يقعنت الصارع إن يك خير بدن تاي مد هوسي وتوصل لك خير بدنية قعنت صارنا أي تاي قعنت واحد بحينيس مد هو سنة أي تاي مد هو حقا هذا نيس كعنت الصري لبا 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 صدح بالغوفة السري صدح شيء بالغوفة السري أنتوا بوا صحوي كعنت الصري وكعنت إلهي يا أضوم ما هم بأبورته وحنا زيسي وكعنت إلهي كعنت الصري وأضوم كمسلم كا إيه واحد بحيني كعنت الصري وأضوم كمسلم كا إيه دور سنة ينتوك سنة إيه كعنت سعيشني صدح هذا معنا بالغوفة السري اسمه الديدة يا يد الله هي العليا ويد المعطي هي العليا ويد المتعففين هي العليا
ninka su'aasha ka dhowrsanayn tuugsanayn ibaahidiisa qarsanay een taagaynin een hoorsanaynin ninka fiican ma jiro gacantiisu way sarraysaa taalana way sarraysaa min ninka wax bixinayana way sarraysaa saddexdaaba way ku noqonaysaa gacanta hoosaysana waa waa saddex gacmood gacanta tuugsanaysay saa'ilada midda tuugsiga wax ku qabanaysa iyo maanicadaan wax bixinayn gacanta aan wax bixinayn almaanica in wax dhiibaynin waa sufla maadaama mucطiyada ay noqotay culya almaanic waxay noqonaysaa sufla gacanta shaydaanna ashaydaan yaciduhum alfaqr isaguna waa sufla wey gacmuhu saasay kala yihiin حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه وحي لقوا آخر قراءة على مالك هو ماها تحديد توصة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو على المنبر صلى منبر كسارا بو عبد الله النبي وهو يذكر الصدقة صلى صدقة النبي كشكيني يوى التعفف كدورس قال دورس عين المسألة توقسي سؤاشي بريضة اليد العليا قعنت سريساي خير وحكا خير بدنتهاي من اليد السبلى قعنت هوسيسا واليد العليا قعنت سر وحاوي المنفقة مدة وح بحنيس والسبلى تهوسي اللي دتنا وحاوي السائلة مدة وح ويدسنيس وتقسنيس حدثنا محمد بشار بن دار ومحمد بن حاتم بن ميمون السمين وأحمد بن عبد الضبي جميعا وذا سوى تجرى عن يحمي سيد القطان قال ابن بشار وحورا سومك ورني حديثك يحيى القطان موسى بهينه حدثنا يحيى بوري عن يحيى موسى حدثنا يحيى بوري حدثنا عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن وهو التيمي قال سمعت موسى بن طلحه بن عبيد الله القرشي التيمي ايان مقل يحدث اسوغ الشيغي كتبنا اياه مدن الشيغي ان حكيم بن حزام ابن خويلد الاسدي ويلك يددوا اهيد خديجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول افضل الصدقه صدقة مدة أخير بدن وحاوي أو خير الصدقة صدقة مدة أخير بدن وحاوي أم أفضل بدن عن ظهري غنى ديقتو مد حقي وحل لقب حشو ما كاد قوتك ضروري يا حاجات كاد العلوس أن مل صارتو وحي كاس وراء فاضل كاديرات كاين ديبتا أخير بدن وبالنسبة نينك والبهاري مكو واحد بحيو جمعا بين النصوص نصوص هذا ثم رئيسي نبي محيولي ها أضو صحيحة أو شحيحة إيه تخشى الفقر وتأمل الغنى واحد بحساب خير بدن سواء وحو خير بدن جهد مقل سبق الدرهم ألف درهم أحاديث تاس بمجموع وحي كينس إيه قرآن كذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويطعمون الطعام على حبه مع شدة الحاجة إليه قرآن كأماني قابك وحي لغو بحيو مركم حال لوجه ده قرآن كأوفو أماني أحدثنا إيكاها الله يا وأنك حوليس حتى هضو بحيو كل وصلك وكمره يقين يا صبر له إن والبهارين ننك دي عاكو محان شالي بقولك إسكا بحيي كاسو محاخو سيئة حديث كان خير الصدقة إيه ما كان عن ظهر غنى وحي أتكاد ديقتونتو وقوت ضروري قد ميال أتكاد ديقتا إنات بحيسو أياكو خير وأذيك وبالنسبة التفضيل بل يكون بحسب الأحوال والأشخاص تفضيل كان وحسب حسب على حسب الأشخاص والأحوال تاس الله سعود أنا لو خلطني صدرت أبو بكر مكو حوري سودم بصوفر فر مع نبي حوري إلهي رسول سوى سوى التقي هل كذبنا كذب سعود لقينا ما توقسني إنه واحد بحيمه هو رؤوس سعود أظن حادي وأسان حقوق إسكبه يستوارد ويمساوح لقيا بوهاي يوحا هي وكبه علي وحواجه كدم بي توكسي با يا يا هيا انا قلنا يا ذنب مركز عدو حديد كان اكو يا افضل صدقتي وعن ظهري غنى ديقتم الدبر كي وحي لغو بحيو ادو سيجي ذا اديبتو اذا حقا هدو فيرنا ان اتكسم ركرتو اتكدقاق كرتو واليد العليا قعنت سريسانا خير من اليد السفلى وابدا في الانفاق وحب حينتا وحات كب اللوضاء بمن تعور ضدك النفقينس ضدك بيلك واجبك كوي هو يدا ايو عرور تادي ايو حاس كادي ايو ضدك اس والدك او كلي نفقه ايو لا واجبك كنت يقبل وابدا في الانفاق بمن دولك تعول اي تنفق عليه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد ابن المصيب المخزومي عن حكيم بن حزام قال صحابي رضي الله تعالى عنه سألت النبي نبي وحويديستي فأعطاني وإسيي نبي الله قالوا نبي حول قيبيني ينبي الله وحولي أنا وحير بعض إسم حاط صحابة إجا يجاي رئيسي وحان مدة ينادي يقبضني لما ربنا بينه قرابة كان نهاية وقاسوا نبي وقود دراي ثم سألت هذا مال كلام ويديستي فأعطاني وإسي ثم سألت مال صدحات بالنبي وحويدي فأعطاني وإسي ثم قال قبل نبي وطاس مرك أور رئيس الروح هذه ورسولاش كده أورس شقيسه ولا قف يعني نبوك وش هكذا واحد تين كرتسي ما أنا لواذ بصور الله بطي واحد إيه كرتسي مرت دحاد مرك أفراد ها وضعانا كرتا هذا مرك أور رئيس خب الورور شقيسه وكو قضانا يا أنا أطبخ لنا ماشاء الله فرده والعقد أدي دنت نبي حكيم با وحودي سواسي مر لواد بودي استواسي مر صدحات بودي استواسي مر كاس صدحات بهذا الكفرية بعد الثالثة هذا الكوكو هاجاجية روحة النصيحة واركية طلوا واركية قبلني واركية يطلني نو حكي عشان إياه أو خير مانع أو صدق جديدة أو هي اللي بحنا قنشرك وما أركاي نبي قصده يا لو عليه الصلاة والسلام إلا وإنك لعلى خلق عظيم بمشى طالع ثم قال نبي حول مركز صدحات بنبي تعليقيه وحول حكيمه إن هذا المال مال كان أسقى سمارة مبتديه وحلقة رجع مذكر خبر كسنة وحلقة رجع مؤنث لأن المراد هو الدنيا الدنيا اللوجدة لأن هذا المال وحلقة وده هذه الدنيا طيب أن هذا المال مال كان أسقى خضرة وعقارية وشيء عقارا وشيء عقارا إيش أوروني ولا تعليا مسي داهو ورانديس ملو دربوا بابا معاني بدن بو نبي قمهشا كو ينبي كل يكو قرنيا معاني بدن بو مشى نبي قدو عليه الصلاه والسلام او الدنيا ما رانديس يا داهد ملا سدا شيغا عغارن ميدب عغاري دوغبا اوسن اوسن داهد ولهي اوسن او وار انو جوغو ميد لباد وا لا جعليا عغاركو ما ودي كورده ما بنان تغينا بل بنان كن وبخيناي ميلها عغارك لو كورده غدود يا مدو يا عدين لما اداهي مال عقارن بل الراتلي ايش الرؤيا مخاتون تضوح بيبا كل شيء قالوا دانوا بعين إذن الدنيا ولا تعلي هاي ما الدائم يسمى ضهدون النبي يقول إيه خضرة الأوضاع معنا كجرة عدم البقاء وشدة زوالها إيه لأنها مشتهية وشهية ولا جعلية نفطة جعل إن هذا المال خضرة وعقارن حلوة ومعايا ودرك ضدك كقضاء داري فمن أخذه مال كان ننكي قاته بطيب نفس قلب سميكو قاته هنقول سميكو قاته بورك له فيه والله بارك المال كاسكا ننكي قلب سمي هنقول سميكو قاته يسيقو بني مالا كو قاته وحاوي والله بارك إليه ومن أخذه الدنيا ننكي كورا دي أما كو قاته بإشراف النفس النفه هنقل تاقدي ممنان كو قاته لم يبارك له بارك ما يله أسكا فيه في الماء وكان وحن نقونا يا حق الدنيا ده يضغرت كذا كالذي يأكل مد وحونا ولا يشبع ما درجيني وحنون كل حيوانات كما درجيسيت أذكر بعد كشيء من كي ناس كون ما إلا قضية ما إلا قضينة إسكحرت مساكين تا نورش تكون نشين إسكد جين استرس لأنت ديكر لأنت نمان مليون درر هادني ولا يجا إذا كانت الدنيا تعل إذا كانت بدن إذا كانت رفات بدن إذا كنت مالك القضيسة أو الثحانة إسان بردو في عم بدليس أسوه كنين إيه وحكورة كسي حانة إيه وحكورة كرانة مجر إيقاد قاس بانك قادي وكان وي لا يما أقول نختر بأي وحي وحايد بأي سعودة وحلا قروه لقى أفقبيبة صد سنة كنت سنة الرادين هي مرخ كورة حيسان لها أنا حاولنا بالقوسي دي والله الدقين بأ أسوه الرفاتن بكتك يا باش دالو الدق بأكله وكان وحن غنى كالذي مدك ياكل وحنها يا ولا يشبع الرقيد واليد العليا قعانت سرانا خير كخير بدل من اليد السفلى سيادك با حكيم لولاها الله لكن وي وانا ذا وي انفعت روايه البخاري مالك وحويلي وحويلي نبي الله مسلم وكيل الدوناي لقب الله ما انت روح بنا ادم وحد ضنب ويدي سن مايو شل الي النقصان مايو نوحلوا خير انتو نبي ونولا واجد ذنب ولي براد حمود حكيم
أبو بكر با خلافة المسلمين تأشهد قبطي أنتم نولا حمو ديسن بل فيجي إيو عطيه مسلمين تلو قيبين ترين مشاركي سند كأها أما بالله أبو ديد يو ديدي وروه واحد مسلمين تربى الله مايا بلن بان قادينا بن آدن دنبي أنا قعان هورسنين واحد دنبو ليسو تقان أنا قادنين عيد قلسي أبو بكر مكوار كفروه كقادي عمر خلافة ديسي طبان كسانية تشبك عمر وديدن وكقات عمر واقي دنبي انتو كيابي إلا التهمه قول لي إذا الحكيم حوليس ما تبعزت المسايدك يستاجر وحبيج المسلمين أي مراتك هذا حكيم نعزام حوله مسلمين تلو قيمة دين وحققاته مشارك سواد ديدي فيجي واد ديدي وحيس وحنقود ريا بيت مالك مسلمين ساس وكل بنتي عثمان خلافة ديس دوري طبعا كسنة واد ديدي معاوية حلقيسي طبعا سنة كم يدا واد ديدي فما قصنا ده علي علي هو يعلوك هذه علي في مكة يبنيني ده قال الله لغفر وذاتك أبو بكر الله صدح سراء عمر الطبانة عثمان صدح الطبانة ما قوي معاوية الطبان كيسي علي شنتي سنة كقدر مرور وحب القنجر سحابي ويسوق ده قال بكفر راي ما قوي كنتن سنة أو دمبو أسين ولا شيلي روح بنادنا كما قادن أيضا سيدات نوم حويري ننكي الدنيا نقوقا تبطيب النفس بورك لو في سحابي وحويري فما مات حكيم يوم مات إلا وأنه أكثر قريش مالا مالك الدبان يوحو حكيم دينتي قريش ورنا سقوها انت بضن إنا طور سطوء الدنيا اسكدو ذو اذقو بني ما كنا ولا لقما فقري قالت الله وما دينته ما قاعد يشرف باتكوي لحول إلى بقصيري إن لا توكسدنا وح لقى قاضي واتقانا هم مودنا عش إن لا أردوك عنده شرفتين يوجي إن تكون عيارتان ودسبه دشان الدنيا لقومة كينه مشارك سنين كديدي ما لكم النبي واني وح كدم بيسه وح كفايدي بركية خير بكفايدي مالك سنا وعزقاري قريش ورم بأسوق أخير أبر أنت بلان أيو جريد سعد رأي روايدي سواد قرنيس أو شاءوا هذا حدا ناس من علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حين جماعة داس حدنا عمر بن يونس ابن القاسم الحنفي حدنا عكرمة بن عمار العجلي حدنا شداد يعني من عبد الله القرشي قال وحول تابعي قاس سمعت أبا أمامة الباهلي سدي بن عجلان الباهلي أيان مغلي قال سقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم بن آدم إنك أضوق أن تبذل إن ديبته بحسه الفضل واحد ديرتك كا يباهي هذا ضروري كرب بلن بلوجده الفضل وحي مركا أتكم مارمي كرتين قوت ضروري أي أيها خير لك كو خير بدن ساسا كو أنا سدد حقرنا يسوي وأنتم سكوا إن هذا يسطوط كلك تود ديدنا وذبحين وإننا شر لك وأكو شر بدني هاي ويكو درنت ولا تلامو لقوها لقوها عن مايو لقوها عن بارين مايو لقوها لا دجال الله من مايو على كفاف أي على ما يكفيك أي على كفايتك باهذا هذا وحن كفلا يعني تقوت ضروري قال لك الله يما بين هذا واحد دقة ولا يملو هيه جوفنا آدم إلا التراب وحلقها الله والقوت الضروري بيلكي يومي قاها كرد الجورجة نفقدي يا ريت وحي كبرن بالله الله يا داشنا كوما دقيس الله ما الله ولا تلامو لقوما هيستال ليدي ولقو عنان مايو على كفاف أي على كفايتك إن كابر نوح عليه إن كابر عشان وقدر لقوما هيس وابدأ في الإنفاق مركز وحبنا بحين سوى حد كبر لو ذا بمن دول كتعول أي تنفق عليه مكاد واحد بحينه يسو ضد كباهيض وضو أي كوكو حرمت أضوء أضبي شيء بيلكو دو واجب كوكو ياي إلا واجباتك أيها كوب اللو كده بيحي كسوهر إلي راتك بيحي ما فضل عن الواجب اللو جدا بذلو فضل وامحي وما فضل عن الواجبات والفرائد ويحي كده راتا إن أضبي سوي واليد العليا قعان تصرانا خير من السفلى باب النهي عن المسألة هينو جوال الله سبحانه وتعالى علم.